سأتحدث عن القراءة. القراءة تعتبر ضرورة من ضروريات هذه الحياة، وعلى كل واحد منا أن يدرك مدى حاجته للقراءة من أجل تقدمه ورقيه. كتاب ألهمني، الكتاب الذي ألهمني والذي سأتحدث عنه هو كتاب قواعد العشق الأربعون، الذي يحكي عن روايتين في زمنين مختلفين. لماذا ألهمني هذا الكتاب؟ طبعا الكتاب يحكي عن 40 قاعدة من قواعد العشق الإلهي الذي جسدهما مولانا جلال الدين الرومي وشمس التبريزي. هذه القواعد ضرورية ومهمة في حياتنا اليومية، تحكي عن كيف يجب على الإنسان أن يتعامل مع الدين، مع الروح، مع البشر، ومع تفاصيل حياته اليومية.